بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قدم في الأمس أو في درس أمس أن قرأنا هذا الباب، قلنا إن حب الصحابة كلهم أمر واجب على الأمة، والترضي عنهم وعدم انتقاد أحد منهم هذا من أصول العقيدة، خلافا للفرق الضالة التي تتكلم فيهم أو في بعضهم، فهم حملة الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين وقد الله بهم الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده، فمقامهم معروف في الأمة، ولا يجحد فضلهم إلا مكابر أو عدو للإسلام والمسلمين. ثم إن الله جل وعلا جعل الصحابة يتفاضلون حسب ما قاموا به، فالمهاجرون الذين انتقلوا بدينهم وتركوا أموالهم أوطانهم وأولادهم لأجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، لهم فضلهم الخاص بهم. كذلك الأنصار الذين آووا ونصروا، استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، استقبلوا المسلمين وواسوهم بأموالهم وممتلكاتهم، أيضا لهم فضل النصرة والإيواء، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فالأنصار لهم ميزة النصرة والإيواء. فقبل إسلام الأنصار ومبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام في ضيق من أعدائه، فلما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة وانتقل المسلمون إليهم، صار للمسلمين قوة، صار لهم هيبة، هذا من فضل الأنصار رضي الله عنهم، نعرف لهم فضلهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار. لهذا قال البخاري رحمه الله: باب حب الأنصار من الإيمان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الذي يسوقه المصنف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق آية الإيمان حب الأنصار. الآية هي العلامة، الآية هي العلامة، فعلامة الإيمان حب الأنصار. إذا رأيت الرجل يحب الأنصار أعلم أنه مؤمن،
وعلامة النفاق أو آية النفاق بغض الأنصار. فإذا رأيت من يتكلم في الأنصار أو في أحد منهم علم أنه منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر والإلحاد والعياذ بالله. نعم. وآية النفاق بغض الأنصار. والبخاري رحمه الله يريد من هذا الاستدلال على أن الأعمال من الإيمان، فالمحبة عمل قلبي، المحبة عمل قلبي، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائذ بن عبد الله عائذ الله ابن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. نعم. هذا الحديث فيه بيان بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة، عند جمرة العقبة، والعقبة هي الجبل المرتفع. بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وصيغة هذه المبايعة رواها عبادة بن الصامت أنصاري أحد النقباء، والنقباء جمع نقيب، والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ منهم نقبة 12 نقيبا، مثل ما اتخذ موسى عليه السلام من بني إسرائيل 12 نقيبا، وهم العرفاء، نقباهم العرفاء الذين يضبطون من تحت أيديهم ويكونون مسؤولين عمن ينضم إليهم، مسؤولين أمام ولي الأمر، أمام الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم عبادة بن الصامت، هو الذي روى صيغة البيعة، وهي بيعة النساء مثل ما بايع النساء في قوله تعالى: إذا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه البيعة وبنودها هي بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار عند العقبة، لأنه لم يكن وقتها جهاد في سبيل الله، الجهاد إنما فرض فيما بعد، إنما فرض فيما بعد. وبدأ بأن لا يشركوا بالله شيئا، العقيدة، بدأ بالعقيدة وهي عبادة الله وحده، ترك عبادة ما سواه لأنها الأساس. وأن لا يسرقوا، السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية، على وجه الخفية من الحرز ومن المأمن
السرقة كبيرة من كبائر الذنوب، والسارق ملعون في الحديث، لعن الله السارق. السرقة من كبائر الذنوب بعد الشرك، شوف بعد الشرك أكبر الكبائر الشرك، ثم بعده بقية الكبائر. لا يشرك بالله شيئا، ولا يسرق، ولا يزن. الزنا والعياذ بالله أيضا من أعظم الكبائر، وهو مضيع للأنساب وجالب للأمراض، وفيه آفات كثيرة. لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان. البهتان هو الكذب، سمي كذبا لأن الكاذب يبهت المكذوب عليه، يفترونه أي يكذبونه ويصطنعونه بين أيديهم وأرجلهم. قصة الأيدي والأرجل لأنها أدوات الكسب، الرجل تمشي واليد تبطش وتاخذ وتعطي. فهذا هو البهتان. ولا يعصون الله عز وجل. فمن أصاب يعني وقع في شيء من هذه المعاصي، وقع منه سرقة، منه زنا، منه قتل، ولا يقتل أولادهم أيضا، لأنهم في جاهلية كانوا يقتلون الأولاد، البنات يقتلونهن خشية العار، والأولاد الذكور يقتلونهم خشية الفقر. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الفقر. وبعضهم يقتلهم للأصنام، تقرب بهم بقتلهم إلى الأصنام. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، تقربون بقتل أولادهم للأصنام. بلغ بهم الحد إلى هذه الجريمة القبيحة، شرك وقتل أولاد والعياذ بالله، أقرب الأقارب. فمن وقع في شيء، من وفى بهذه البيعة فأجره على الله، ومن وقع في شيء دون الشرك، سرقة أو زنا أو قتل نفس أو غير ذلك من الكبائر، فإن أقيم عليه الحد وعوقب في الدنيا هذا كفارته مع التوبة إلى الله عز وجل. إذا تاب وأقيم عليه الحد فلن يجمع الله له بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة مع التوبة. ومن ستره الله ولم يعاقب وتاب إلى الله عز وجل، أو ما تاب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان وتوجب العقوبة، ردا على المرجئة الذين يقولون أبدا المعاصي ما تنقص الإيمان، ورد على الخوارج ومن ذهب إليهم الذين يكفرون بالكبيرة، يكفرون المسلم بالكبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يكفر، قال أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر التي دون الشرك،
أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان ومرتكب الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: وفيه فضل الأنصار، فيه فضل الأنصار أن الرسول بايعهم عند العقبة. نعم. قال رحمه الله: باب من الدين الفرار من الفتن. نعم، من الدين الفرار من الفتن، والفتن جمع فتنة وهي الاختبار والابتلاء، الاختبار والابتلاء في الدين، يعني يضايق من الكفار ومن أعداء الله على دينه، يعذب على دينه إذا صلى، إذا فعل شيئا من الطاعات يعاقبونه، أنهم يريدون منه أن يبقى على الكفر. الكفار لا ولا يزالون إلى يوم القيامة، هذا دأبهم مع المسلمين، أنهم لا يعلونهم خبالا ولا يعلونهم ضررا أبدا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم انقلبوا خاسرين. فلا نحسن الظن بالكفار أبدا، لم نعتبرهم أعداء للمسلمين، لكن لا يمنع هذا أننا نعقد العهود معهم ونتعامل معهم بالمباح، نبيع ونشتري معهم، لا يمنع هذا، وأن نحسن إلى من لم يصدر منه أذى من إلى المسلمين، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا يمنع هذا، تعامل معهم بحدود الشرع. هم معناه أننا نقاطعهم نهائيا ولا، لا، نتعامل معهم في المباح، يجي تبادل المصالح ولأجل كف شرهم عن المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم، عاهدهم، أبرم العهود معهم كما هو معلوم، إنما الكلام على أننا لا نودهم في القلوب وهم كفار لأنهم أعداء الله، فنحن نبغضهم ولكن نتعامل معهم في تبادل المصالح، تبادل المصالح، ولا نقتل المعاهد ولا المستأمن ولا نعتدي عليه ولا نظلمهم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عجلوا وأقربوا للتقوى. لا يجوز الظلم أبدا، لا للمسلم ولا للكافر، ما يجوز الظلم. الله أمر بالعدل، هذا ينبغي أنه يعرف هذا الأمر، لأنه التبس على بعض الناس طلبة العلم الصغار، التبس عليهم، أو المضللين الذين يريدون تشويه الإسلام، التبس عليهم هذا الأمر أو لبسوه هم فقلبوا الأمر ويخونون العهود ويسفكون الدماء ويقولون هذا من الجهاد في سبيل الله. لا، ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله له ضوابط، له أحكام، هذا يسمى بالعدوان. الله لا يحب المعتدين، لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ينبغي أن نعرف هذا، أن نعرف موقفنا مع الكفار أننا لا نحبهم لأنهم أعداء الله، لكن لا يمنع أن نعدل فيهم، لا يمنع أيضا أن نتعامل معهم في المباح، لا يمنع أن نتعاهد معهم،
لا يمنع أننا نؤمن من طلب الأمان بغرض صحيح ولا نعتدي عليه ونفي معه، هذا واجب على المسلمين. فالولى والبرى شيء، والأحكام الشرعية معهم شيء آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع. الحديث هذا تحت ترجمة من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. فالمؤمن أغلى ما عليه دينه، أغلى ما عند المؤمن دينه، فلا يساوم عليه. فإذا حيل بينه وبين دينه في بلد ينتقل إلى بلد أخرى، يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يهاجر المسلم إذا ضيق في دينه، يهاجر إلى بلد لا يضايق في دينه، والله وسع الأرض. ولو حصل عليه يعني فقر ولا حصل عليه شدة الهجرة يصبر ويجعل الله له فرجا. الله لا يديم الشدة على المسلم، يجعل الله له فرجا. فاللي يهاجر بدينه هذا دليل على إيمانه، والهجرة عمل، فدل على أن العمل يدخل في الإيمان. والذي لا يهاجر بدينه ويتمكن من الهجرة هذا دليل على ضعف إيمانه. ما نقول أنه يكفر، اللي يترك الهجرة من غير عذر هذا مخطي وعاصي، لكن ما نقول أنه يكفر. لكن عليه وعيد شديد: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذول اللي ما هاجروا، الذين لم يهاجروا وقتلوا، قتلوا في وقعة بدر، ما عرفهم المسلمون، قتلوا سبب أنهم مع الكفار، سبب أنهم ما هاجروا، صاروا مع الكفار وأجبروهم على الخروج معهم. لو هاجروا مع المسلمين لسلموا. هذه جريمة، وهذا ذنب، ترك الهجرة مع القدرة عليها، وهي من تضعف الإيمان وتعرض الإنسان لخطر في دينه. فالهجرة من الإيمان، والهجرة عمل، والعمل داخل في الإيمان كما هو معروف. نعم. ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون، يعني يقرب، يوشك يعني يقرب، أن يكون خير مال الإنسان في آخر الزمان غنم، يكون معه غنم، ما معه مليارات ولا أرصدة ولا، ما هو غنيمات يسيرة يحلب منها ويشرب ويأكل من لحومها وينتفع بها. يوشك أن يكون خير مال الإنسان في آخر الزمان غنم، تتبع فيها مواقع القطر الرعي ويسلم على دينه، يصير يرعى غنم بدل أنه يصير في عمارات وفي قصور وفي ملايين ومليارات من الأموال. نعم، يصير إذا صار بقاؤه في المدن على خطر في دينه، وكونه يفر بدينه ولو على أقل شيء من العيش خير له، خير له التمسك بدينه ولو ما لو ترك المال. الدين هو رأس المال وهو النجاة، أما الثروة والمال فلا تنفع الإنسان في آخرته إذا لم يكن على دين وعلى إيمان.
وهذا دليل على كثرة الفتن في آخر الزمان، وأن المسلم يبتعد عنها مهما أمكنه ذلك، ولو على فقر وعلى قلة من العيش، ولو لم يسكن في القرى والمدن، يكون في البر، يكون في البرية، ما دام أنه متمسك بدينه هذا خير له، هذا خير له، ولا عنده رفاهية هذا خير له، وهذا من الإيمان، هذا دليل على الإيمان، لأنه ما أقدم على هذا الشيء إلا من قوة الإيمان. فالفرار من الفتن في آخر الزمان من الإيمان، يوشك أن يكون خير مال المسلم، والمسلم هو المؤمن، خير مال المسلم، فدل على أن الفرار من الفتن، والفرار من الفتن عمل، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وهذا غرض المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. أنا أعلمكم بالله، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التيسير وعدم المشقة على أنفسهم في العبادات، وأن يقتصدوا في العبادة ولا يشقوا على أنفسهم، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن بحاجة إلى العبادة والمشقة، أما أنت فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما نحن فلم يغفر لنا، نحن بحاجة إلى زيادة من العبادة، ولا يريدون التيسير والتسهيل، يريدون أن يتعبوا أنفسهم. فقال صلى الله عليه وسلم، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، فدل على أن العلم يتفاضل، وأن بعض الناس أعلم من بعض، ويلزم من ذلك أن الإيمان أيضا يتفاضل، وأن بعض الناس أقوى إيمانا من بعض، فأقوى المسلمين إيمانا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا حث على التيسير ورغب فيه، ونهى عن التشدد وعن المشقة، نهى اللي يقوم الليل كله، ونهى اللي يصوم الدهر، نهاهم عن ذلك، وأمر بإعطاء النفس شيئا من الراحة والمتعة، عدم المشقة عليها، لأن العمل اليسير مع المداومة خير من العمل الكثير الذي ينقطع. قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. شيء يسير من الطاعة تداوم عليه أحسن من شيء كثير ينقطع، لأن اللي يتشدد ويشق على نفسه لا بد ينقطع، يعجز، لأنه يعجز، نفسه كالدابة إذا حملها ما لا تطيق عجزت، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المسلم ييسر على نفسه ويداوم على الطاعة ولو كانت قليلة، يقوم من الليل ويداوم على هذا، يصوم أيضا من التطوع ولا يداوم عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، قالوا: أما أنا فأصوم وأفطر، يصوم ويفطر، ما يصوم دائما، ولا يقوم كل الليل ولا ينام أبدا، ينام ويقوم من الليل عليه الصلاة والسلام، يصلي وأنام، وهو أفضل الخلق وأعلم الخلق. فهذا يدل على أن من الإيمان أن الإنسان يتبع اليسر والسهولة مع نفسه
ويداوم على العمل الصالح. مثلا يقوم الليل كله ثم الليلة الثانية يعجز ولا يقوم أبدا، ينام لأنه متعب. لو أنه قام من الليل يسيرا لسهل عليه المداومة على قيام الليل، هذا شيء معروف. نعم. قال رحمه الله: وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم، المعرفة فعل القلب وهي من الإيمان، فالإيمان ليس باللسان فقط، الإيمان يكون باللسان وبالقلب وبالعمل. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا قول، هذا قول باللسان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فالعمل يكون باللسان ويكون بالاعتقاد، ما يكون باللسان فقط كما هو قول الكرامية من فرق المرجئة، الإيمان يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل، لا بد من هذه الأمور الثلاث. لما فرغ رحمه الله من ذكر أن الأعمال من الإيمان، ذكر أن أيضا عمل القلب من الإيمان، اعتقاد القلب. نعم. فاللي يقول أن الإيمان باللسان فقط هم الكرامية، ويلزم على هذا أن المنافقين أنهم مؤمنون مع أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. نعم. فلا يكفي اعتقاد القلب مع عدم النطق، ولا يكفي النطق مع عدم عمل القلب، لا بد من الأمرين. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما اقتصر على من قال لا إله إلا الله، بل قال خالصا من قلبه، لا بد من عمل القلب وإخلاص القلب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة من لا يا الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما يؤاخذك الله بالكلام بدون اعتقاد القلب. اليمين ما تنعقد ولا يصل إليها كفارة إلا إذا صحبها اعتقاد بالقلب، أما مجرد اليمين باللسان فهذا يعتبر من لغو، من لغو اليمين. نعم. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، بما تتحمله نفوسهم وأبدانهم، أما الشيء الذي يخرج عن الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، الإنسان لا يحمل نفسه ما لا تطيق يظن أن هذا طاعة لله، ليس طاعة لله، هذا من التكلف والتشدد. الاعتدال المطلوب، الاعتدال بين التساهل والتفريط وبين التشدد والإفراط، هذا عمل المسلم، اعتدال، وهو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أثقل خلق لله عليه الصلاة والسلام، وعمله الاعتدال بين الصيام والإفطار، بين القيام والنوم، بين تزوج النساء وبين الصبر والاحتساب في. نعم. فقالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. هذا هو السبب، لما حثهم على الاقتصاد في العبادة قالوا: نحن بحاجة إلى التشدد وإلى
أما أنت فلست بحاجة، لأن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة، لأنه هو القدوة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يجب أن يقتدوا به. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه أعلم الخلق بالله عز وجل، فهو علمه الله أن هذا هو الطريق الصحيح، الاعتدال، الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط، هذا الطريق الصحيح المستقيم. نعم. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم. من السبل، من السبل الضالة التشدد، ومن السبل التساهل. الطريق الصحيح هو الاعتدال، وهو صراط الله. نعم. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني التمسوا العذر لرسول الله في توسطه واقتصاده واعتداله بالعبادة، التمسوا له العذر، قالوا لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما نحن فبحاجة إلى الأعمال الكثيرة، لأننا أهل الذنوب وأهل المعاصي ولم يغفر لنا. الرسول غضب عليهم في هذه المقالة لأن مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول. غضب صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة حتى عرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، ما هو علشان أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل إنه توسط في العمل لأن هذا هو اللي يستطاع. تقول الله ما استطعتم، الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، أما شيء ما تستطيعه هذا لا تكلف به. نعم. قال رحمه الله فهذا دليل على أن الاعتدال والتوسط في الدين أنه من الإيمان، أنه من الإيمان، وأما التشدد والغلو فهذا ليس من الإيمان، وكذلك التساهل والتضييع ليس من الإيمان. الإيمان هو الاعتدال، والاعتدال عمل، فدل على أن العمل من الإيمان. نعم. قال رحمه الله باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. أي نعم، إذا كره الكفر، كره أن يترك دينه ويكفر كما يكره أن يقذف في النار، فهذا دليل على صحة إيمانه وصدق إيمانه. كونه يؤثر أن يلقى في النار ولا يرتد عن دينه، هذا دليل على صدق إيمانه. والكراهية عمل من الأعمال، عمل قلبي، كراهية عمل قلبي، فدل على أن الأعمال من الإيمان سواء كانت أعمالا قلبية أو أعمالا بدنية. هذا مراد المصنف رحمه الله من هذه التراجم، لأن الكتاب كله، كتاب الإيمان كله في هذا الموضوع كما مر بنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. نعم، هذا سبق الحديث، سبق الكلام عليه، لكن أعاده
يستدل به على أن كراهية الكفر أنها من الإيمان، والكراهية عمل قلبي، فدل على أن العمل من الإيمان سواء كان عملا قلبيا أو عملا بدنيا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على هذا. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: لماذا أورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الإيمان في مقدمة كتابه قبل أبواب الطهارة والصلاة؟ إن الإيمان هو الأصل، لأن الإيمان هو الأصل وما عداه تابع له. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: لماذا أفرد الإمام البخاري كتاب الإيمان عن كتاب التوحيد؟ وهل هناك فرق بين كتاب بين الإيمان والتوحيد؟ التوحيد هو رأس الإيمان على خصوص وعموم، التوحيد هو رأس الإيمان. نعم. فبينهما خصوص وعموم. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما هو الضابط في الردود على أهل البدع؟ الرد على أهل البدع وأهل المخالفات أمر واجب، لكن لا بد أن يكون الرد عن علم، لا بد أن يكون عن علم وحجة شرعية. هذا لا يكون إلا بعد التعلم. ما هو من حق كل أحد أنه يرد، فقد يرد ردا يصير أسوأ من كلام المردود عليه بسبب الجهل، فلا بد من التعلم أولا. لا تشتغلوا بالردود قبل التعلم، اتركوا الردود لأهل العلم، تعلموا أنتم، فإذا تعلمتم إن شاء الله تمكنتم من العلم وعرفتم إقامة الحجج والبراهين ورد الباطل، فهذا ميدان ينتظركم. أما إنسان يدخل في الردود وهو ما تمكن وغير مؤهل فلا يصلح هذا، لأنه يفسد أكثر مما يصلح، فتنبهوا لهذا. وإلا الرد مطلوب، جادلهم بالتي هي أحسن، الرد مطلوب، لكن بعد التعلم وإقامة الحجج على المردود عليه ومعرفة الخطأ. يعني بعض الناس يعتقد الشيء خطأ وهو ما هو خطأ، يروح يرد عليه وهو ما هو خطأ، يعني لجهله بذلك. فلا بد من تشخيص الخطأ أولا ثم الرد عليه بعلم. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، بعلم، ما هو بغيره أو عجلة، لا، الغيرة مطلوبة، لكن الغيرة لا بد أن تكون مع علم، أن تكون الغيرة مع علم ومع حكمة. جادلهم بالتي هي أحسن، ولا يمكن يجادل بالتي هي أحسن إلا بالعلم. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم وضع المحرم أو المحرم للكمامة الطبية؟ لا مانع من ذلك، وضع الكمامة الطبية على أنفه وهو محرم لا مانع منه، لأن الممنوع للمحرم الذكر تغطية الرأس، ولا تخمروا رأسه، الممنوع هو تغطية الرأس، أما تغطية الوجه أو الفم أو الأنف فلا مانع من ذلك. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: أن وضعه الصحي يستوجب عليه وضع قطرة في العين أثناء الصيام، وقد يصل طعمها إلى الحلق، فما الحكم؟ إذا كان يصل طعمها إلى الحلق لا يلاحق، خليها في الليل، إلا إن كان صار مريض. إذا كان مريض من العين أو من المريض رخص الله له بالإفطار، لا
فيتعالج ويقضي هذا اليوم. أما إذا كان إنه ما هو ضروري وضع القطرة في النهار يضعها في الليل يأجلها. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أو يسأل عن صلاة الظهر القبلية، يقصد سنة الظهر القبلية، هل تكون بسلامين أم بسلام واحد؟ الأفضل أن تكون بسلامين، الأفضل أن تكون بسلامين. السنة القبلية للظهر أو الراتبة القبلية للظهر أكثرها 4 ركعات بسلامين، وكذلك البعدية بعد الظهر الأفضل 4 ركعات بسلامين. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول نرجو توضيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. تريد بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ ليش تسأل؟ وضحهم الرسول، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم فوضحهم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، تركوا المحرم وهو التطير، وتركوا المكروه وهو الرقية وسؤال الناس، على مكروه. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن ترك المكروه وهو سؤال الناس الرقية والكي، الكي أيضا مكروه إلا عند الحاجة إليه تزول الكراهة. قلت لكم قبل إن الكراهة تزول عند الحاجة، والحرام يزول عند الضرورة ولا لا؟ إنما هذه قاعدة عند أهل العلم، الكراهة تزول عند الحاجة والحرام التحريم يزول عند الضرورة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول أشكل علي إضافة المرجئة إلى السنة وأهلها في عبارة مرجئة أهل السنة. أبد لا يشكل عليك، هم عقيدتهم عقيدة أهل السنة، الإيمان بالله والتوحيد وعقيدتهم عقيدة أهل السنة، لكن أخطأوا في هذه المسألة فقط، لذلك هم من أهل السنة، خطأهم هذا لا يخرجهم عن أهل السنة، لأنهم مع أهل السنة في كل أبواب العقيدة. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم إقامة الأفراح. نعم. وعمل العقيقة. نعم. في المسجد. نعم. قول حكم إقامة الأفراح والعقيقة في المسجد. المسجد يقصد العقد. نعم. عقد الزواج. لا ما هو السؤال كذا، عاد السؤال. قل ما حكم إقامة الأفراح وعمل العقيقة في المسجد؟ ما يجوز هذا، أنك تعمل يعني تذبح العقيقة في المسجد، أو قصده تطبخ ويجاب وتوكل في المسجد. الأكل في المسجد لا بأس مع حفظ المسجد من التلوث، إن كان قصده أن العقيقة بعد ما تطبخ توكل في المسجد ما في مانع، مع تحفظ عن تلويث المسجد. والأفراح ما تقام في المسجد، يعني الزواج حفل الزواج حفل ما يقام في المسجد. نعم. عقد الزواج العقد ما هو بهذا، العقد ما هو من الأفراح، العقد يجوز في المسجد، عقد الزواج يجوز في المسجد، أما عقد البيع لا ما يجوز في المسجد. نعم. أثابكم الله. عقد البيع، عقد الإيجار، العقود الدنيوية ما تجوز في المسجد، أما عقد النكاح فلا بأس. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم إلقاء الموعظة عند دفن الميت في المقبرة. المداومة على ذلك ليس من السنة، أما إذا عمل لسبب جاءوا متقدمين أو القبر لم يتكامل إعداده جلسوا، لا بأس أن طالب العلم ينتهز الفرصة ويعظهم، بدل ما يتكلمون ويروحون ويجون ويضحكون يستغل الفرصة ويعظهم إذا كان هذا لسبب، أما بدون سبب فلا. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يسأل
عن قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل هل نفى الله عنهم الإيمان الكامل أم لم يبلغوا درجته؟ نعم نفى الله عنهم كمال الإيمان، نفى عنهم كمال الإيمان لأنهم زكوا أنفسهم قالوا آمنا، مع أنهم إنما أسلموا يعني دخلوا في الإسلام، ولما يتمكن الإيمان من قلوبهم فهم ادعوا منزلة لم يصلوا إليها. هم معنى أنهم كفار؟ لا، مسلمون وعندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز رد السلام على الكافر؟ هل يجوز رد السلام على الكافر إذا بدأ بالسلام؟ هذا في الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول ماذا يفعل من وقع في غيبة كثير من المسلمين؟ كيف يكفر عن هذا الذنب؟ ماذا يفعل من وقع في غيبة كثير من المسلمين؟ عليه التوبة إلى الله، إن كان يتمكن من طلب المسامحة ممن اغتابه فإنه يطلب منه المسامحة، إذا لم يتمكن يستغفر له ويثني عليه مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أثابكم الله، هذا السائل يسأل عن حكم حل السحر بسحر مثله عند الضرورة. هذا تكرر منكم كثير ومن غيركم، لا يجوز هذا، سبب واحد أفتى بهذا، هذا أمر لا يجوز عند بالإجماع عند أهل العلم، إلا من قال هذا أخطأ، من قال هذا أخطأ، لأن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضرورة لا تبيح الكفر، عمل الكفر والسحر، السحر كفر، يكره أن يقذف في النار، يكره أن يرتد عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. السحر ردة ولا يجوز أنه يعملها الإنسان أو يرضى به، ولو السحر حرام والله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تداووا بحرام وهو أعظم المحرمات، تداووا ولا تداووا بحرام. وفي حديث ابن مسعود البخاري قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، حرام لا يتعالج به، إنما يتعالج بما أباح الله من الأدوية، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، جهله من جهله. ليس منا من سحر أو سحر له، سحر له، الذي يطلب من الساحر هذا سحر له، ما يجوز هذا أبدا. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول هل المنافقين في العمل في هذا الزمان قد يقع عليهم قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ الآية عامة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة، كل من تظاهر بالإسلام وهو يبطن الكفر فهو في الدرك الأسفل من النار، أما اللي عنده صفة من صفات المنافقين وهو مؤمن فهذا يكون ناقص الإيمان، يعني هناك فرق بين النفاق الأكبر الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق العملي قد يحصل من المؤمن، قد يكذب، قد يغش، قد فيحصل من المؤمن شيء من صفات المنافقين، عليه التوبة إلى الله من ذلك، هذا نفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فلا يحصل من مسلم أبدا، وإنما هو من الكفار فقط. نعم. أثابكم الله، هذا سائل يقول أنه ورد في الحديث ورد في الحديث أنه من عوقب في الدنيا لا يعاقبه الله في الآخرة، وذكرتم حفظه، هذا يرجع إلى الخلاف بين العلماء، هل الحدود زواجر ولا جوابر؟ بعضهم يقول إنه زواجر فقط، وبعضهم يقول إنها جوابر، إذا أقيمت فلن يعذب في الآخرة، لن يعذب في الآخرة. ولعل الصواب إن شاء الله أنه إن تاب،
إن تاب إلى الله وأقيم عليه الحد فإنه يسقط عنه عذاب الآخرة. أما إذا أقيم عليه الحد وهو لم يتب من هذا الذنب هذا أمره إلى الله عز وجل. نعم. حفظكم الله. هذا سائل يقول أنكم ذكرتم حفظكم الله شرطا آخر وهو التوبة، فهل يضاف إليها رد الحقوق لأصحابها؟ نعم، لازم من شروط التوبة إذا كانت بين العبد وبين الناس أخذ حقوقهم أو اغتابهم فلا بد أن يرد عليهم حقوقهم. نعم. أسألكم الله. انتهى الوقت. خلاص بقي دقيقتين. نعم ما شاء الله، عطنا دقيقتين. نعم. أسألكم الله. هذا سائل يسأل عن كتابة أو قول ما شاء الله تبارك الله وكذلك لا إله إلا الله، كتابتها على المباني والسيارات. لا أصل لكتابة الأذكار أو الآيات على المباني أو على السيارات، لا أصل لهذا. وهذا أيضا يعرض على الامتحان، يعرض هذه الكتابة للآية أو للأذكار للامتحان. ما كان هذا من عمل السلف، ما كانوا يكتبون إلى عهد القريب، ما كانوا يكتبون الأذكار على السيارات ولا على الدواب ولا على المباني، إنما يكتبونها في قلوبهم وألسنتهم. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول كيف يكون للكفار عهد وهم يقتلون المسلمين في كل مكان؟ العهد لا بد منه يكف القتل، لو فائدة العهد؟ فإذا قتلوا المسلمين انتقل عهدهم. نعم. العهد إنما يراد لكف القتال. نعم. لكن هل باستطاعة المسلمين أن يقاتلوا الكفار؟ ما باستطاعة المسلمين أنهم يقاتلون الكفار الآن، لازم يكون عند المسلمين قوة تضاهي أو تعادل أو تزيد على قوة الكفار. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لازم أن يكون عند المسلمين استعداد. أما إذا لم يكن عندهم استعداد فعليهم الصبر والتحمل إلى أن ييسر الله لهم الاستعداد والفرج. نعم.